بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إنك ولي ذلك القادر. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث تحت لنون adding number variables. يمكن من سيشنين فاتوا من مجموعة من الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن النوعين الأولانيين من الـ variables، سواء كان true or false مثلنا عليه بمثالين or text variables مثلنا عليها بمثالين. اليوم راح نتكلم عن الـ number variables والمثال الأولاني. بشكل عام الـ number variables متغيرات بنحط فيها قيمة رقمية علشان نحاول نعمل كاونتر، نجري حداد، نحاول نخزن استجابات. المهمية بتشيل قيمة رقمية يا جماعة، ده اللي شاهد فيها. هنحاول نستخدمها بشكل وظيفي في موقف زي ده يا جماعة. عندنا مثال بشكل عام، أنا عامل فيه زي تكست بوكس وحطيت فيه سؤال وعندي 3 استجابات 3 كابشنز، وقلت له والله اختار لي كابشن معينة ومعايا كاونتر، كل واحدة من دول عليها درجة معينة ومعايا 3 ليرز، كل لير هتبتدي تظهر لو هو ضغط على مين، لو هو ضغط على كابشن معينة. بمعنى أدق، لو أنا عملت بريفيو للسين ده يا جماعة، السؤال بينما مش عارف ايه كده اختار لي استجابة معينة واضغط على ارسال، لو ضغط على طرد وخارج الصف وضغط ارسال هيدي له اكسبريشن معين ودرجة في الريفرنس ده، اداله درجة واحد. لو عملت ريبلاي للمشهد نفسه واخترت اختيار تاني وعملت ارسال هيديني اكسبريشن مختلف ودرجة اعلى شوية. لو انا عملت ريبلاي للمشهد مرة تاني واخترت الاختيار الثالث وعملت ارسال هيديني الرينج بتاع مثلا 10 او كانها درجه نهائيه. طبعا القصد مش الموقف التعليمي بحد ذاته، القصد كل الفكره يا جماعه ان احنا بنحاول نمثل بشكل عام عن امثله بتحاول تيجي في بالنا. التمثيل والتطبيق بما يخدم تصميمك بشكل اساسي. طيب انا هحاول طبعا احذف كل التريجرز يا جماعه، وانا ما يهمنيش اللايرز يا جماعه بالله، ما يهمني بس القصه بتاعت التريجرز دولت. وانا عندي ال variable ده انا هحاول اصفره او الغيه بشكل عام. اوكي كده ما عندي اي حاجه غير تصميم اللاير بتاعي، تصميم ليها والتصميم السلايد بتاعتي والتلات لايرز. اللاير اللي اسمه اللي ذات ما فيهوش اي حاجه غير الصوره والاكس وال variable ده. ال variable طبعا حضراتكم عارفين تدرجوه ازاي من insert، وبعدين تبتدي تروح على reference تعمل selection عليه. طبعا هو ايه، هو دلوقتي مش موجود فانا هبتدي اعمل له delete لان احنا لسه ما عندناش كرييشن، فبنفس المشهد هنا ابتدي نحذفه ونفس المشهد هنا ابتدي نحذفه. ففي الاول خالص نبتدي نروح على ان الفاريبلز بتوعي نبتدي ندرج فاريبل جديد من نوعها من نوع نمبر. هنسميه يا جماعه فاريبل واحده، القيمه الافتراضيه بتاعتها نخليها صفر زي ما هي. اوكي تمام شايف مفيش مشاكل. هنروح عند بات ومن انسرت هدرج تكست بوكس يا جماعه، وهحط فيها برضو من انسرت الريفرنس بتاعي عشان احاول اشيك ان الرقم بتاعي شغال تمام، القيمه بتاعته موجوده يعني. واخد الكلام ده بكوبي واروح للراير بتاعت جود بيست، والراير بتاع بيتر برضو بيست. طبعا القيمه بتاعته راح تتغير لاني لسه هسندها تمام يا جماعه. اوكي ما ننسى ان في السلايد بروبرتيز عامل هايد لكل الاوبجكت بتاع البيز لاير في الخلفيه عشان مش عايز التفاصيل تظهر كده. بحاول اعمل شرائح انتقاليه يعني. طبعا انت ممكن ما تستخدمش اللاير يا جماعه وتستخدم سلايد، تعمل سلايد وسلايد وسلايد، فبالتالي تستخدم دول شرطيه فتبتدي تظهر لك التريجرز بتاعتك بشكل مختلف يعني تمام. انا مش عايز زحمه في القصه فعشان كده بحاول امثل بسلايد لايرز يا جماعه. لكن انت ممكن تمثل بسلايدز مختلفه يعني، ممكن اللايرز دول حضرتك تفردهم او حضرتك تفرديهم على 3 لايرز، ده من نيو سلايد ونيو سلايد ونيو سلايد، وكل سلايد تديها طبعا رياكشن مختلف. رايت انا هروح للسلايد لاير بتوعي واعمل ايه بقى؟ هحاول اعمل الاكسبريشنز بتوعي على مين؟ على الكابشنز. طبعا دول كابشنز هعمل عليها سيلكشن واقول له والله اد تريجر. التريجر بتاعي بيكون عبارة عن ايه؟ التريجر بيكون عبارة عن adjust variable. انا عايز احط قيمة، القيمة بتاعتي بتكون خاصة بمين؟ ال variable واحد اللي هو انا كنت معرفه، ما لها القيمة بتساوي، تساوي ايه؟ تساوي قيمة. انا هو قيمة ما بتساوي قيمة variable او بتساوي قيمة، قيمة معينة انا حددتها ولنفرض انا هخليها واحد. انت لما اليوزر يكليك على ايه بالظبط؟ ها يكليك على اول واحده اللي هي الكابشن اللي هو كان خاص بطرد وغرفه الصف، فانا هبتدي اعملها هلاحظ ان هو استخدم القصه ديت راوند ريكتانجل كابشن واحد. طبعا بيفضل يا جماعه ان انت تحاول تسميها عشان ما تتلخبطش. يبقى بمعنى ادق انا عايز
القيمة بتاعت فاريبل واحد بتساوي واحد لما اليوزر يضغط على الكابشن ده. يبقى لما اليوزر يضغط على الكابشن ده الفاريبل واحد قيمته بتساوي ايه؟ بتساوي واحد. ممتاز خالص. هروح اعمل سيلكشن واعمل كوبي وبيست. المرة دي دبل كليك، هخلي القيمة تساوي خمسة لما اليوزر يضغط على مين؟ على الكابشن التاني. تمام. يبقى لما يضغط على الكابشن التاني القيمة بتاعت الفاريبل الفاريبل واحد تمام، الفاريبل قيمته بتساوي خمسة. ممتاز. هعمل برضو كوبي وبيست ودبل كليك. لما اليوزر يبتدي يضغط على الكابشن التالت رايت، قيمة فاريبل واحد هتساوي 10. ممتاز يا جماعة، مفيش مشاكل. كده أنا معايا تلات تريجرات، بمجرد عندي تلاتة تريجرز. قيمة الفاريبل واحد اللي أنا كنت حاططها هنا يا جماعة بتساوي إيه في كل واحدة مختلفة. تمام. أوكي. يعني لما اليوزر يضغط على ديت قيمة الفاريبل ده بتساوي واحد، لما اليوزر يضغط على هنا قيمة الفاريبل بتساوي خمسة، لما اليوزر يضغط على هنا قيمة الفاريبل بتساوي كام؟ بتساوي 10. ممتاز خلاص. معايا بقى بعدين التريجر اللي اتحط على زرار الإرسال. التريجر اللي اتحط على زرار الإرسال يا جماعة كان خاص بإيه؟ اكزاكتلي يا جماعة. شو لير. أنا عايز لير. أنا لير اللير بتاعت باد تظهر امتى؟ لما اليوزر تظهر امتى؟ لما اليوزر يكليك ولا ايه يا جماعه؟ خلينا نشوف لما ولا ايه بالظبط اللي تحصل لما الفاريبل يتغير. انه فاريبل الفاريبل بتاع مين؟ ولا لما اليوزر يضغطني. اكزاكتلي يا جماعه المفروض انها تساوي لما اليوزر يضغط على مين؟ على الزرار الخاص به البوتون 1. طيب يبقى اظهر لي اللاير بتاعت بات اللي هي اللاير ديت لما اليوزر يضغط على مين؟ على بوتون واحد. لكن انت هتبتدي تضيف كونديشن. ايه الكونديشن بتاعك؟ اني اكزاكتلي الفاريبل انو فاريبل فاريبل واحد. ماله فاريبل واحد بيساوي ايه؟ بيساوي قيمه. انو قيمه؟ القيمه اللي انت حطيتها للاستجابه الاولانيه كانت عباره عن كام؟ كانت عباره عن واحد. راجع المشهد معايا مره تاني. انا حطيت ثلاث استجابات. اول استجابه كانت او اول استجابه كانت واحد لو هو كان ضغط على طرده خارج غرفة الصف. التانية كانت خمسة لو هنا، 10 لو هنا. طب فانت عايز تقول له وديني للسلايد بتاعت بات لو كانت قيمة الفاريبل ديت واحد. يبقى لو كانت ايه؟ لو وديني للسلايد لو هو ضغط لك على القصة دي، ذات القصة يعني. تمام. هبتدي اعمل كوبي وبيست واعمل دبل كليك. بلاش، هبتدي اغيرها طبعا من بره، مفيش مشاكل. دبل كليك عليها. هخلي المشهد بتاعي يبقى يساوي خمسة. طبعا لو القصة بتساوي خمسة انا اروح فين؟ هروح على اللاير بتاعت جود. ممتاز. وهاخد الكلام ده بكوبي وبيست ودبل كليك. هروح للاير بتاعت بيتر لما القيمة بتاعت البتاع ديت تساوي كام؟ تساوي 10. طبعا الناس عارفة لما القيمة تساوي 10 معناها ان هو هيكون واقف على مين؟ على ده، لان ده هو اللي هيبتدي يرمي في الفاريبل بتاعي ان القيمة بتاعته بتساوي 10. فديت القصة بمنتهى البساطة، انه ايه لما القيمة بتساوي 10 فهو على كده واقف على ديت. بس بمنتهى البساطة خلينا نعمل بريفيو للسين ديت مرة تاني. وجست نبتدي نضغط على طرد خارج غرفة صف ارسال. ادي القيمة بواحد والاكسبريشن. ريبلاي للمشهد مرة تاني. سيلكشن على سؤاله وارسال خمسة والاكسبريشن ريبلاي سلكشن وارسال. يبتدي يديني الفاريبل. تمام. طبعا الفكره بمنتهى البساطه جت على سبيل التمثيل، حضرتك ممكن تستخدمها زي ما انت عايز بالطريقه اللي انت عايز. ده بس جاست مجرد مثال يا جماعه، مش اكتر، مثال بس للطريقه. اهم حاجه بالله يا جماعه في القصه بتاعت التريجرز انت تبقى عارف ايه اللي انت عايز تبرمجه علشان يعمل ايه. بس ده المثال، ويا رب تكون المعلومه واضحه وبسيطه. وحاول تعيد الفيديو مره ثانيه اذا ما فهمتها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.